مرحبا. لانا من UAE مامز حطت بوست على الستوريز على موضوع بدائل السكر وعملت تاج لمجموعة من اختصاصيين التغذية. شكرا لانا على التاج، وان شاء الله بهالفيديو اقدر جاوب على السؤال بطريقة مفهومة مبسطة. اول شيء، في عنا مجموعة المحليات اللي هي درجة حلاوتها بتكون اعلى بكتير من السكر، يعني مئات الاضعاف اكثر من السكر، مثل مثلا الاسبرتام، السكرالوز، السكرين. في عندي نوعين هن بيجوا من مصادر طبيعية يلي هن الستيفيا والمونك فروت. هذا نوع من المحليات فيهم صفر سعرات حرارية، ما بيرفعوا السكر بالدم. إذا عم نحكي عن الستيفيا والمونك فروت، بما أنه هن طبيعيين وهن أنا بفضلهم بين كل أنواع هدول المحليات، فيني أقول أنه ننتبه لما نشتريهم. كتير أوقات بيكونوا مخلوطين مع أنواع تانية لحتى يعطوهم حجم، لأنه هن أحلى من السكر بكتير، وبالتالي كميتهم بتكون كتير قليلة لتعادل ملعقة سكر، فهن بضيفوا لهم مركبات تانية لحتى يصير حجمهم تقريبا بشابه حجم السكر. ننتبه هون أنه هاي الإضافات نقرأ، يفضل أنه تكون هي الإريتريتول وما تكون مثلا المالتودكسترين أو الدكستروز، لأنه هون بيصير في عنا بيرفع السكر بالدم. هاي البدائل تبع السكر يلي هي أحلى بمئات المرات من السكر ما بتجي بدون مضار، حتى لو كانت مصادر طبيعية. المشكلة بكل أنواع المحليات اللي هي حلاوتها جدا عالية، إنه هي ممكن تدرب حليمات الذوق عنا إنه تستسيغ الطعم الحلو أكتر، وما بقى نكتفي بالطعم الحلو يلي نحن مثلا ممكن ناخده من الفواكه أو من كمية قليلة من إضافة السكر أو أي نوع من المحلي. فبالتالي ممكن نحن نصير نرغب أو نشتهي المأكولات اللي هي عالية بالسكر بشكل أكتر، وبهالطريقة ممكن هذا الشيء يسبب عند بعض الأشخاص زيادة استهلاك السعرات الحرارية، ممكن يؤدي لزيادة الوزن. فهون بدنا ننتبه كتير إنه ما نتعود عليها وما نتناولها بكثرة، لأنه هذا الشيء ممكن يأثر على حليمات الذوق وحاسة التذوق عنا. المشكلة الثانية بهي أنواع المحليات إنه هي ممكن تأثر على البكتيريا النافعة أو توازن البكتيريا النافعة الموجودة بالأمعاء، بنسميها مايكروبيوتا، وهذا الشيء ممكن يكون له تأثير سلبي على تخزين الدهون وعلى الوزن أيضا. فأيضا بدنا ننتبه منه، نتناوله باعتدال وبكميات قليلة، وما نتعود كتير على المذاق الحلو، ما نأخذ منه كميات كبيرة. المجموعة الثانية اللي بدي أحكي عليها هي الشوغر ألكوهولز. هي ما فيها كحول ولكن هيك اسمها، بتنتهي بالأول، مثل إريثريتول، المالتيتول، مانيتول، سوربيتول، زايلاتول. كل هدول الأنواع هي فيها سعرات حرارية ولكن منخفضة، أقل من السكر بكتير، ما بترفع السكر بالدم مثل السكر، وبالتالي بتكون أيضا مناسبة للأشخاص يلي هن مثلا عندهم سكري، وبتستعمل بكتير من المأكولات، بتحلى فيها كتير من المنتجات اللي منلاقيها بالسوبر ماركت. بالنسبة لمجموعة الشوغر ألكوهولز، بدنا ننتبه إنه إذا أخذنا كميات كبيرة منها ممكن تعملنا إزعاج هضمي، نفخة، غازات، إسهال. فإذا هم بدنا ننتبه نقلل منها وناخذ منها كمية قليلة. أفضل نوع من أنواع الشوغر ألكوهولز هي الإريثريتول، لأنه هي ما بتسبب الانزعاج الهضمي مثل باقي الأنواع، بالإضافة لأنه السعرات الحرارية فيها جدا جدا منخفضة، واستعمالها بشابه استعمال السكر، يعني ممكن نستعملها بالكيك أو بالخبز أو بأي شيء. فالإريثريتول يعتبر من المحليات اللي هي البديلة يلي ممكن أنه نحن ناخد منها بكميات معقولة. آخر شيء عنا مجموعة بدائل السكر يلي هي فيها سعرات حرارية مثل السكر، أحياناً أكثر شوي، مثل مثلاً العسل، مثل الدبس، مثل الميبل سيروب، مثل الأغافي سيروب. هدول المحليات أو حتى الكوكونات شوغر، هدول فيهم سعرات حرارية وهن بالجسم جسم بيتعامل معهم كسكر. فهون بدنا ننتبه إنه ناخد منهم كميات قليلة، ما نكتر منهم، خصوصاً الأشخاص يلي عندهم مشكلة بالسكري. وأفضل شيء طبعاً إنه نحن نخفف من استخدامنا أي نوع من المحليات أو بدائل السكر أو السكر، ونعود حليمات الذوق تبعنا على الطعم الأقل حلاوة لحتى نصير نستطعم بالأكل ونستمتع بالفواكه مثلا، وناخد كميات قليلة كتير من أي شيء محلى. شكرا لنا مرة تانية، وإن شاء الله تكون المعلومات مفيدة وتكون واضحة.